من طبيعة الحال يعني سلسلة بابا علي اللي هي الآن يعني يتم التداول ديالها بشكل كبير في وسائل الإعلام والتواصل، فهذه السلسلة هذه استطاعت أنها تحقق واحد إنجاز يعني كبير جدا، كذلك على مستوى عدد المشاهدين ديال هذه السلسلة الرمضانية في النسخة ديالها الثانية. فمن طبيعة الحال هذه السلسلة كتعالج القضايا ديال المجتمع، خاصة المجتمع الأمازيغي. استطاعت أنها تدخل بيوت ديال المواطن المغربي بواحد، وهذه السلسلة هذه يعني كتحكي الواقع كما قلت المعاش يعني بمحاكاة يعني بواحد بطريقة درامية وفكاهية، يعني جمعات بين هاد يعني بهاد الطرق يعني الطريقتين الفكاهية والدرامية. كذلك هاد السلسلة هذه راه كنعرفوا أن يعني كاينين واحد المجموعة ديال الفنانين الأمازيغيين يعني نجوم السينما الأمازيغية اللي كاينين في هذه السلسلة هذه، اللي استطاعوا انهم يعني يطلعوا من النيفو ديال السلسلة على عن طريق يعني الأداء. مثلا نذكروا مثلا أحمد نتما، يا حسين باندرواز، عاطف، الزاهية الزاهرية، والقائمة طويلة ديال الفنانين اللي هما يعني الركيزة ديال السينما الأمازيغية. فهذه السلسلة هذه ديال بابا علي كما قلت يعني استطاعت انها تحضر تنافس بشكل كبير السينما المغربيه الناطقه بالعربيه، فيعني باش توصل هذا المستوى على مستوى التوندونس، كذلك على مستوى عدد المشاهدات. يعني كنلاحظوا ان في التواصل الاجتماعي كاين يعني الناس يتحدثون فقط على هذه السلسله هذه ديال بابا علي، هذا يدل على ان السينما الامازيغيه حاضره بقوه، فقط يجب دعم. هنا سنشير إلى أن السينما الأمازيغية راه حاضرة في المجتمع المغربي، فقط يجب دعم هذه الإنتاجات الأمازيغية، ولما لا أنها يعني يكون واحد المستوى ديال الدعم ديالها. مؤخرا كنلاحظوا أن مستوى الدعم ضئيل، يعني خاص يكون إرادة قوية من طرف يعني المسؤولين على القطاع من أجل دعم السينما الأمازيغية، لأنه كاينين الناس ديالها صراحة على مستوى ربوع الوطن، كاينين الناس متتبعين عاشقين السينما الأمازيغية. خصوص مسلسل ديال بابا علي اللي حطم رقم قياسي في طوندونس المغربي، اولا يعني كنهنا يعني الفريق الفني والتقني ديال بابا علي، لان استطاعوا انه يعني يرفعوا السينما او المسلسل الامازيغي لواحد يعني لواحد المكانه مشرفه، باعتبار ان كذلك يعني واحد العمل فني رائع يعني احترافي على مستوى يعني على مستوى الاخراج وعلى مستوى كذلك الاختيار ديال المكان وعلى مستوى كذلك المواضيع اللي طرحت في هذا المسلسل، واللي خلى هذا المسلسل انه ينال الاعجاب ديال المتتبعين خصوصا ديال سوس ماسا، وان الجانب ديال انه يعني الجانب ديال انه كيتفرج فيه الصغير والكبير، وانه المواضيع ديالو مواضيع ديال الواقع، كمثلا تبرقي، كطمع، ك يعني مجموعه من المواضيع اللي هي مواضيع ديال الواقع المعاش. هذا الشيء اللي خلى انه يعني العديد المتتبعين انه ينال الاعجاب ديالهم. وبالاضافه لهذا يعني هذا المؤشرات اللي قلنا ديال اخلات يوصلوا واحد المراتب مهمه، وان كذلك كيضم مجموعه من الممثلين الامازيغيين المعروفين في الساحه الامازيغيه والساحه السينمائيه الامازيغيه اللي فيهم عاطف، برداوز الى اخره، من الفنانين اللي عندهم واحد المسار ولا عندهم واحد المسار فني في التاريخ ديال السينما الامازيغيه. وفي الاخير كنوه بالفريق الفني والتقني ديال بابا علي على هذا العمل الجبار، وكذلك كنطلبوا من الناس ديال الاداره ديال هذا المسلسل انه يحافظوا على هذه الوتيره ويحافظوا على هذا المستوى وعلى هذا الايقاع باش كيتمشى هذا المسلسل. وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.